السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نضيف الأرقام للسلم دوت ونحط على كل رقم دايرة. طيب هقول هنا تريد نمبر وابدأ أختار الستير بالشكل دوت. تمام. طيب دلوقتي أنا ممكن أخد مثلا هقول له أنا عايز أعمل ديت اللاين وأختار هنا اللاين ستايل مثلا هو لاين وترسم دورية واحدة والدورية دي اللي هتاخدها كوبي بالشكل دوت كوبي وتقدر مثلا من الرقم دوت للرقم دوت وتقدر تقول له ماست ايبل عشان تاخد من الرقم ده للرقم ده للرقم ده. طيب في العادي السلالم اهوت نقدر ناخد الرقم دوت ونقول له اري. تمام اهو نقول له مثلا دول 11 واقول له من اول رقم لتاني رقم اهوت من هنا ليه هنا راح احطهم كلهم زي ما انت شايف بالشكل دوت نعملهم عليه جروب بحيث ان انت تقدر تعدل في الجروب فيتعدلوا فيهم كلهم مره واحده. دي اسهل طريقه عشان تحط دايره لان انت لو دخلت في الخصائص بتاعه الرقم مش هتلاقي ان هو مديك الخصائص ديت. يعني لما تيجي هنا وتبص على الخصائص دي كلهم مش هتلاقي. هنا مثلا ممكن تكبر الخط شويه او تصغره يعني ممكن تقول له مثلا ايه 1.3 تمام فيكبره خليها 1.7 مثلا عشان ايه تبان في الفيديو. تمام ممكن تقول له مثلا عايز ارتبهم فيرتيكال مثلا بالشكل دوت ممكن اعمل محاذاه ممكن اعمل محاذاه مثلا سنتر ممكن اخليها او هكذا. تمام بس مفيش ان انت تحط دايره مفيش في الفاميلي ان انت تحط دايره فدي انسب طريقه ان انت تعملها بطريقه شبه هي دوت.